أمرار الناس بتسألنا كيف بلش علاقة حقيقية مع الله؟ وأكيد الجواب من خلال المسيح. المسيح على الصليب رجع جمع إيد الله وإيد الإنسان بعلاقة. والكتاب المقدس بيقول: وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. نحن عنا هذا السلطان إذا نحن منقبل المسيح يكون مخلص شخصي على حياتنا. وشو يعني اقبل المسيح؟ بدي اقبله كرب، بدي اقبله كمخلص. اقبله كرب يعني أنا بقبله يكون هو سيد على حياتي، يكون هو له القرار الأول والأخير بقراراتي بالحياة، له الكلمة الأخيرة والأولى بقراراتي بالحياة. ومخلص أنا بقبله إنه هو أنقذني، أنقذني من الخطية، أنقذني من الشر، أنقذني من العبودية، أنقذني من جهنم. على الصليب المسيح أخذ خطاياي وسمرهم، وأنا صرت ابن لإله. كيف بقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي؟ من خلال التوبة والإيمان. بس أقول التوبة، ما بقول التوبة عن الخطية، بقول التوبة إلى الله. فرق كبير بيناكم. التوبة عن الخطية إنه أنا ماشي باتجاه وأقول أنا بدي أوقف هونيك. أما التوبة إلى الله إنه أنا غير اتجاه مساري وأمشي مثل ما الله بده إياني أمشي. بدي يكون عنا إيمان إنه أنا لحظة اللي بتوب برقع وبصلي بقول له يا رب خلصني، أنا بدي أعيش لإلك، أنا إيمانك وصدقك إنه هو خلصني، إنه العمل اللي عمله على الصليب غفر لي خطاياي. واليوم أنا بدي أسألك، بلك رب يسوع مخلص شخصي لحياتك؟ بعد معك وقت، اليوم هو الوقت، بهيدي اللحظة هو الوقت، الوقت لتركع وتسلم حياتك للمسيح وتقول وتقول له أنا بدي أعيش لإلك. كل هالجبال اللي الموجودة على الكافة انتخذها. وهو قال لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. يمكن رحك وجربك كتير مقارح تلاقي راحتك في كتير مقارح، ممكن تجرب تلاقي راحتك فيها. بس هل في شي مقرح عقاك الشبع؟ هل في شي مقرح رحك والكواك منه وما رجعك حساك انك عطشك وبدك تركوي مرة تانية؟ اما المسيح فهو الينبوع المياه، هو ينبوع الماء الحي. روح لعنده وهو بيرويك.